يعني هذه المؤتمرات مهمة جدا لسببين. أول سبب إن هو حوار بتقيمه وبتشرف عليه أخبار اليوم، حوار بين القطاع الخاص والحكومة عشان كل واحد يسمع رأي الآخر، يحصل درجة أعلى من التفاهم، تبدأ جسور من الثقة وتبادل الآراء لصالح الوطن. أيضا مهم جدا هذه المؤتمرات لبناء الوعي العام والرأي العام اللي يفهم المشاكل والقضايا والتحديات اللي بتواجه سواء القطاع الخاص أو بتواجه الحكومة، ونشترك كلنا في وضع رؤية الوطن. لا، الحقيقة مش المؤتمرات هي اللي بتحقق العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية بتتحقق بوجود رؤية، بوجود إرادة سياسية، بوجود نمو، بوجود موارد، بوجود عمل من كل الأطراف، واقتناع لدى كل فئات المجتمع أن العدالة الاجتماعية هي شرط للنمو وللتنمية، وهي شرط لا يمكن تحقيق النمو بدون وجود عدالة اجتماعية. بالتأكيد هتتحقق طالما هناك إرادة سياسية وإرادة مجتمعية واشتراك ما بين الحكومة والمجتمع والمواطنين ناحية نفس الهدف. حضرتك إيه الضمانة الحقيقية اللي ممكن تقدمها الحكومة لتحقيق توصيات ما فيش حاجة اسمها ضمانة حقيقية، في ثقة وقناعة لدى الحكومة إن ما فيش بديل عن العدالة الاجتماعية والتنمية والنمو. مصر ما قدمهاش طريق آخر، مصر ما قدمهاش حلول أخرى، مصر جادة جدا بشعبها بمجتمعها بحكومتها في تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية ونمو حقيقي ومستقر ومستديم وعادل.